اسمي بسام بسام ملقا بطل جري وبطل سباحة وبطل في الفيتنس وخسين مثل سباحة محمود. والله زي ما قلت حضرتك هو في الاول خالص لازم يبقى فيه بنعمل برنامج ريكريشن كده او حاجه ترويحيه للولاد، بنبدا نلعب معاهم بره حمام السباحه، بنعمل العاب مائيه، بنخرج نتفسح سوا، بنروح سينما، بنعمل عزومات، بحيث الطفل بيتعود عليك ان هو خلاص كفيسز او كوش انت بالنسبه له بقيت من الاسره بتاعته زي اخته وزي باباه، فالمدرب خلاص بيبقى فيه انتماء وارتباط ما بين الولد، فبالتالي لما بطلب منه المهاره بتتأدى طبعا بيبقى كويس جدا. خدت بطولة قبل كده؟ ايوه. اسكندريه. انا اتعلمت الكولولا 50 واللي ابريل السباحه جاي. رقم محمد سعيد. هنا عقوة. صباح الخير، انا الدكتور رضا ابو زيد المدير الفني ورئيس الجهاز ذوي القدرات الخاصه بنادي 6 اكتوبر الرياضي. والله طبعا هم الاولاد ذوي القدرات الخاصه احنا لينا تصنيف كذا فئه، لينا الداون سندروم اللي هو المنغول، لينا حركي بتنقسم الى حركي وزيني، يعني في كذا فئه من القدرات الخاصه بالنسبه لنا. الحقيقه احنا طبعا المدربين الموجودين والجهاز الفني الناس دي كلها مؤهله، ناس كلها خريجه كليه التربيه الرياضيه، معاهم دورات تدريب وتعليم للسبيشال نيدز او القدرات الخاصه، فبنتعامل مع مجموعه بروفيشنال، فبنتعامل مع الاولاد عادي خالص، لان طبعا كل المدربين عندهم دراسات كفايه وعندهم قدرات كويسه ان يتعاملوا مع اولادنا. يعني انا عندي في 2 ابطال عالم، عندي أميرة عبد الحفيظ دي بطلة العالم كانت في بطولة دبي اللي فاتت، عندي سالي فايز برضو كانت في بطولة دبي واخدة برضو مراكز من الأوائل الثلاثة، عندنا طبعا في ألعاب القوة برضو، يمكن حضرتك برضو أنا أتشرف إن حضرتك تشرفونا في ألعاب القوة، عندي بطل عرب، عندنا ما شاء الله أبطال عالم وأبطال جمهورية وأبطال قاهرة. يعني دكتورة إيناس البليدي، أنا طبيبة أطفال، والدة اللاعبة رنا خالد بطلة الجمهورية في السباحة. أولا لازم كل واحد يعرف إن دي نعمة من ربنا، ربنا اديها له، وربنا بيدي النعمة دي للبني آدم اللي قادر يكوب معاها أو يحافظ عليها. الولاد دول فيهم طاقات عالية جدا، بس إزاي نعرف نوصل للطاقات دي ونستغلها؟ مفيش واحد فيهم ما عندوش قدرات، عشان كده هم ذوي قدرات خاصة، لازم نوصل للقدرة الخاصة اللي عندهم. الولاد دي بتبدع في حاجات كتير، بتبدع في رياضة، بتبدع في فن، بتبدع في رسم، بتبدع في موسيقى، بتبدع في استعراض، في منهم حتى بيبدع في فنون الكمبيوتر، بس لكل واحد نقطة قوة عنده، لازم ندور على نقطة القوة اللي عند ولادنا ونستغلها، هنطلع منهم طاقات لا يتخيلها أحد. والله طبعا التعامل مع ذوي القدرات الخاصة طبعا بيبقى فيه صعوبة الأول في التعلم، أولا لازم السباح أو الطفل يبدأ يتعود عليك كويس قوي، يبدأ يحبك عشان يبدأ ياخد اوردر، تديله اوردر او تديله امر ان هو يلتزم بالتعليمات المدرب. طبعا صعوبه التعلم ان احنا بنعمل تكرارات كتير، لازم بنعمل نموذج قدام الولد او اللعيب اكتر من مره، فطبعا بنلاقي الدنيا مختلفه شويه ما بين النورمال والذوي القدرات الخاصه.